أبو أحمد من الناصرية. أهلا وسهلا بك أبو أحمد. السلام عليكم، عليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا تحية بك. لك والمشاهدين الكرام. الله يحفظك، أهلا وسهلا، تفضل. ست العزيزة، احنا بالعراق نشاهد انه العقلية السائدة بالمجتمع بالحقيقة نعم اللي انبنت على التمييز بين الرجل والمرأة، الرجل دائما هو الأعلى، هاي تقاليد من الجاهلية واستمرينا عليها صح، لوقتنا الأهم هذا والأعلى بالحقيقة. والأفضل بكل شيء، وبالتالي هاي من الطفولة يزرعوها بينا. أحسنتي، التشريعات بالعراق تحد من هذا، لحد الآن ما موجودة تشريعات بالحقيقة. نحتاج إلى تشريعات من البرلمان تحد من هذا العنف والتمييز بين الرجل وبين المرأة. الله سبحانه وتعالى من بالآية الكريمة، الرجال قوامون على النساء، القيمومة هي القيادة وليس التسلط. يا ريت لو البعض يفهمها صح، يا ريت. اي، فاحنا المشكلة التسلط السائد، قلت لك من وضعنا وتشريعات ماكو، توعية ماكو، ثقافة ماكو، حتى النساء اللي يتعرضن لهذا العنف نعم ماكو عندنا مؤسسة إصلاحية تأهلهن وتعيدهن للمجتمع حتى يكونن جزء من هذا المجتمع، هن منا مظلومات وورا هذا الظلم كلها تذبونها بالشارع وتتركونها، شلون كيف حالها وكيف وضعها؟ أبو أحمد، خوف بعض المشرعين من التعديل على القانون ربما يكون من تحرر النساء وتحرر الفتيات بشكل مبالغ به، عدم الحفاظ على العادات والتقاليد، لأن إحنا مجتمع عراقي يعني نوعا ما محافظ، فبالتالي المفروض الناس تلتزم ببعض العادات والتقاليد. أوكي، أكو عادات وتقاليد إيجابية ممكن نبقى ملتزمين بها وحلوة، لكن بعض العادات اللي ممكن تكون هي مسيئة للمجتمع وقديمة جدا تحتاج إلى تحديث، تحتاج إلى فعلا اللي ذكرته بالتشريع القانون شيء إيجابي. بس هذا التخوف، هاي المشكلة، أنه التخوف من هذا التحرر الكبير. ربما ست احنا عندنا مفاهيم خاطئة، صحيح، يعني الحفاظ على حقوق المرأة اللي الله سبحانه وتعالى اعطاها اياه موجودة بكل الأديان، موجودة حقوق المرأة موجودة يعني بكل الأديان. التحرر والحرية، هسه احنا عندنا مفاهيم خاطئة، احنا نعم. حتى الديمقراطية ما نفعتنا مثل باقي البلدان، هسه باقي البلدان عندها ديمقراطية وعندها حرية استفادت من عدها، احنا الديمقراطية والحرية ترى ضرتنا بالعراق. نعم. ليست هي خاطئة، لكن احنا المفاهيم السائدة بمجتمعنا الحرية والديمقراطية صارت تسلط، الديمقراطية والبرلمان وتعدد السلطات صارت كل سلطة دكتاتورية بحتها، احنا جاي نتجه باتجاه خاطئ بالحقيقة، نفس مفهومنا للتعامل، يعني المرأة إذا نعطيها حقوقها نعتبرها متحررة، هذه المفاهيم غير صحيحة هاي. بالعكس، المرأة إذا حصلت على حقوقها راح تكون امرأة مربية، تدير بيت، تدير عائلة، تدير مجتمع، لأن هي تحس بنفسها عنصر فعال بالمجتمع. أما اللي جاي يصير هو تهميش وظلم بالحقيقة للمرأة. تعرفين أنت حتى ما عندنا مستشار لا بالبرلمان ولا بالحكومة ولا بالوزراء لقضية العنف الأسري، أي مستشار ماكو. المستشار لان هاي القضيه ما بيها لا نعم. بيها كوماشينات، لا بيها فائده، نعم. ما حد له علاقه بيها، وبالتالي نعم. احنا نطلب من الحكومه من البرلمان الحد بالحقيقه من التجاوز والاعتداء على الام وعلى الاخت وعلى الزوجه وحتى على نعم. الاخ. يعني الحل هو عليها. الحل هو تشريع وتفعيل القانون بشكل واضح وصريح. شكرا لاتصالك أبو أحمد، اليوم معلوماتك حلوة جدا وثقافتك جدا، يعني اليوم كثير من المواطنين يتصلون بهذه الثقافة، هذا أمر إيجابي، يعني يعكس ظاهرة إيجابية، ثقافة الناس ووعي الناس لدرجة كبيرة، صاروا يعرفون المشاكل المجتمعية شنو أسبابها وشنو حلولها. أساسا هو المواطن اللي يعرف الحل، يعني المفروض الحكومة تعرف الحل وتطبقه بشكل سريع.